ساعات تفصلنا على المشاركة السادسة للمنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022. حياة فهم خرجت للشارع، حبينا ناخذوا آراء التونسة كيفاش يشوفوا حظوظ منتخبنا في المباراة الأولى ضد المنتخب الدنمارك. تابعونا. حظوظ المنتخب التونسي في المقابلة الأولى ضد نظيره الدنمارك، كيف تشوف منتخبنا قادر إنه يعمل مفاجأة وينتصر على الدنمارك؟ الله بقدرة ربي مش نعملوا مفاجأة كبيرة ومش نربحوا الدنمارك، وإحنا ديما يقزموا فينا وديما يقولوا كيب ناسيونال خايب وكيب ناسيونال مش باهية وكيب ناسيونال ما عشناه، وإحنا بإذن الله مربوحة بقدرة ربي مربوحة 100%. إن شاء الله إن شاء الله تكون مركزين، جوالات كل مركزين يأمنوا برواحهم. أون برانسيب حسب ما نسمع الجو بيل فيستير نظيف، هذه فرصة ما تجيهمش برشا مرات، ما عليهم كان يلعبوا 100%، كل واحد يحط اللي عنده وإن شاء الله إن شاء الله نربح. احنا في اللي معناها في اللي جرون كومبيتيسيون هذوما ديما تلقانا حاضرين أون فورم، كيما على سبيل الذكر ماتش نيجيريا الأخراني معناها ساعات تلقانا مع نيفويات أقل، ما عندوش ماتش كبير، مي مع اللي جرون إيكيب هذوما نلقاو روحنا. عندنا الجرين تاع التونسية تخلوا عامل آخر غادي اللي هو عامل الجمهور، معناها احنا في قطر عبارة نلعبوا في رادس. والله هو يعني احنا ديما متفائلين ان شاء الله المره هذه، يعني خاطر الدنمارك والكره في اوروبا الشرقيه راهي كاس حيسر وقوه بدنيه رهيبه ياسر. انا نحب تونس تربح اكيد، ما فيهاش كلام، هذه بلاده ان شاء الله نخرجوا طرح طاوله، تصور من بعد نسهلوا على روحنا الطرح الثاني ويولي عندنا شانس كبيره ياسر نعملوا دوزيام تور. تكهنات بنتيجه المقابله خدير، تكهنات 2-1 لصالح منتخب التونسي. بنتيجه المقابله والله ان شاء الله نخرج 0-0 سما حاجه به، ندبروا نيول حاجه به على الاخر. نتصور 1-1 لتقديري 1-1. احنا بالعاطفه بكل شيء فهمتني، احنا نقولوا ان شاء الله حتى مينيموم ان بوان باهي باذن الله مربوح. يحيى تونس. كاس العالم قطر 2022، الحياة فهم في قلب المونديال، اخبار نتائج تحاليل وتصريحات. قطر 2022، الحياة في المونديال.